بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ومع موضوع جديد عنوانه التربية الجنسية. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حاجات ثلاث: أودع فيه حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد، وأودع فيه حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وأودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالحاجة إلى الجنس حاجة أساسية، ولكن شاءت حكمة الله أن الإنسان مكلف ومخير، ولأنه مكلف ومخير فكل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن تكون سلماً نرقى بها إلى أعلى عليين، أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. يعني إنسان يتزوج زوجة صالحة، ينجب أولاد يملؤون البيت سعادة، الأولاد يكبرون أولاد أبرار، يزوجهم من كنائن صالحات، وعنده بنات وفيات يزوجهن من أزواج صالحين، بتلاقي أسرة فيها البنات والشباب والكنائن والأصهار والأحفاد، كتلة واحدة، مودة، محبة، تعاون، شيء مؤنس. هذا الزواج الميمون الكريم أساسه علاقة جنسية، وبأي بيت دعارة في علاقة جنسية. شهوة تهوي بها إلى أسفل سافلين، وشهوة ترقى بها إلى أعلى عليين. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان، أخاطب الشباب، بالإسلام ما في حرمان إطلاقاً، مرة ثانية وثالثة. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. والحديث اليوم عن التربية الجنسية، وهذا الموضوع قلما يعرض، لأنه في أسئلة محرجة جداً تأتي من الصغار، والأب لا يسعه إلا أن يضرب ابنه، عيب، بس ما حل مشكلة، سؤال كبير. سألوا أنا من جيت مثلاً، ما حل مشكلة. يا ترى كيف نربي أولادنا تربية جنسية؟ الموضوع يحتاج إلى عدة لقاءات، لكن اليوم اللقاء التربية الأولى الجنسية تبدأ بأدب الاستئذان. معلومات الدقيقة والثابتة أن الشباب قد ينحرفون لا سمح الله ولا قدر، ويكون انحرافهم شاذاً. ومن دراسات دقيقة وعديدة تبين أن هذا الطفل الصغير دخل على غرفة نوم أمه وأبيه فجأة فرآهما في وضع لا يعرفه. لذلك في القرآن الكريم، جاءت هذه الآية لتؤكد أدب الاستئذان.
أنا قرأت كثيراً عن انحرافات خطيرة عند الشباب انطلقت أنه في سن مبكرة جداً دخل على أمه وأبيه فجأة فرآهما في وضع ما فهمه، بدأ تفكيره ينصرف إلى هذا الموضوع وانتهى به الأمر إلى الانحراف، انحراف وفق الإطار الذي فطرنا الله عليه يعني زنا، أو انحراف شاذ لواط. والمنطلق رؤية أبيه وأمه في وضع ما فهمه بادئ ذي بدء، لذلك الموضوع من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان. المفروض أن الأولاد كيفما تحركوا في البيت في آية تحكم هذه الحركة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال، ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وقلت أنا: والأولى أن يكون لغرفة النوم قفل ثابت، ففي هذه الأوقات الثلاثة لو دخل الطفل خطأً الباب مقفل، يألف الطفل أن هذا الباب مقفل دائماً، مقفل في أوقات معينة. هذا من أدب القرآن الكريم. فأي شاب تزوج وجاءه مولود بعد أن أصبح يتحرك في البيت ينبغي ألا يرى ما ينبغي ألا يعرفه إلا بعد 20 عاماً. يعني في حكم بالغة جداً، أن الله عز وجل لما الطفل ينتبه لهذه القضايا ينتبه إلى الأعضاء التي عنده، هذه الأعضاء في لها مضاعفات خطيرة جداً. فتصور قرآننا كتاب الله في آية متعلقة بالاستئذان. يعني أنا أعلم كثيراً عن أناس مؤمنين لا يمكن أن يخلعوا ثيابهم أمام أولادهم، كلما كان التستر في البيت كان التصون والبعد عن الانحراف. طبعاً الموضوع دقيق وسوف نفصل فيه، لكن هذه الآية أصل في التربية الجنسية، آداب الاستئذان قبل صلاة الفجر وحين يضع الإنسان ثيابه من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. غرف النوم ينبغي أن تكون مقفلة، لو ما في قفل يجب أن يربى الابن تربية دقيقة مركزة على أنه لا يمكن أن يدخل على أمه وأبيه إلا إذا استأذن. حتى ينبغي أن تستأذن على بناتك، عجيب، عندك شابة في ريعان الصبا لو دخلت إلى غرفة نومها وكانت نائمة ولم تكن مهتمة بالستر تكشفت أثناء النوم، هل لك أن تراها وأنت أبوها بوضع لا يرضي؟ مستحيل. فالاستئذان على الأم والبنات من بديهيات الآداب الإسلامية. ضمن البيت أن يقوم الشاب بثياب داخلية أمام أخواته الشابات هذا محرم، أن تقوم الفتاة بثياب شفافة أمام إخوتها شيء محرم. إن أردت الصون لهذا البيت ينبغي أن تأخذ بأسبابه. أسباب الصون
لئلا تظهر العورات. عندنا بحث طويل عن العورات، لكن هذا كلام شرعي بديهي متفق عليه. الطفل صفحة بيضاء، بريء طاهر، أما حينما يرى وضع ما يعرفه سوف يتقصاه، وسوف يسأل بعض أصدقائه، وقد يكون أحد الأصدقاء منحرفاً يعطيه معلومات خاطئة، وقد يتجه إلى شيء لا ينبغي أن يفعله إطلاقاً. فهذا هو الأدب الأول، أدب الاستئذان على الأم والأب في أوقات ثلاثة. الأولى أن يعلم الاستئذان بشكل مركز، والأولى من ذلك أن يكون لهذا الباب إرتاج، بحيث لو اندفع الطفل خطأً ليدخل على أبيه وأمه وقد نسي التوجيهات يرى الباب موصلاً. هذه من بديهيات التربية الجنسية، ألا يرى الابن ما ينبغي ألا يراه إلا أن يعلمه بعد 30 عاماً عند زواجه، الأمر يعد وضع طبيعي جداً. الآن الأدب الثاني من التربية الجنسية هو أدب النظر. نحن في عنا محارم، والمحارم على أصناف ثلاثة، في واحدة منهن هي الزوجة ما في قيد أو شرط في النظر إليها، لكن ليس هناك من تحريم في العلاقات الزوجية إلا أن يبتعد الزوج عن الحيضة وعن مكان ليس للإنجاب، يبتعد عن الحيضة وعن المكان الذي ليس للإنجاب فقط، وما سوى ذلك الأمور كلها مباحة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني المحارم، محارم النسب، يعني البنت، الأخت، الأم، العمة، الخالة، بنت الابن، بنت البنت، هذه محارم النسب. محارم النسب ينبغي أن تظهر في البيت بثياب الخدمة. ما ثياب الخدمة؟ يعني قبة مرتفعة، والكم حتى المرفق، والثوب تحت الركبة بالضبط. القبة مرتفعة، والكم حتى المرفق، والثوب تحت الركبة. هذه الثياب اسمها ثياب الخدمة، ثياب ليست شفافة، ليست شفافة وليست ضيقة، فقط قبة مرتفعة، صدر مرتفع، والكم إلى المرفق، والثوب تحت الركبة. هذه الثياب اسمها ثياب الخدمة. بهذه الثياب ترى أمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك وابنة أخيك وابنة أخيك وابنة أختك وابنة ابنك وابنة بنتك، ثياب الخدمة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث محارم المصاهرة، يعني زوجة الأب، أب توفيت زوجته وتزوج، فزوجة الأب من محارم الشاب، زوجة الابن، أنت أب ولك زوجة. في كتب الفقه في حالات كثيرة لا يجوز الخلوة في كتاب ابن عابدين بالفقه الحنفي،
لا يجوز الخلوة بالصهرة الشابة. شاب وزوجة أبوه شابة والأب كبير بالسن، أو عم وزوجة ابنه شابة، في كتب الفقه لا يجوز الخلوة بالصهرة الشابة. طبعاً الثياب ثياب الخدمة عادي، أما الخلوة بهن في عليها إشكال. صار في عنا كم نوع المحارم؟ ثلاثة. الزوجة ما في قيد ولا شرط، بس يتقي الزوج في علاقته المكان الذي ليس للإنجاب، ويتقي وقت الحيض. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وأتوهن من حيث أمركم الله. لا حياء في الدين. وأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أدب النظر. طبعاً حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محارم النسب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء زوجة الأب إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وحلائل أبنائكم الصهرة زوجة الابن، الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وأمهات نسائكم أم زوجته من محارمه، وبنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. تزوج امرأة لها بنت، هذه البنت ربيبته. هذا الصنف الثالث محارم المصاهرة. الأول الزوجة، والثاني محارم النسب، والثالث محارم المصاهرة. أيها الأخوة، مرة ثانية، الشيطان من أكبر مهماته نزع الثياب، فالتعرية من صفات العصاة، والتستر من صفات المؤمنين. وأقول لكم هذه الكلمة الدقيقة، يعني الرجال لهم جهاد في المعارك، هذه عبادة خاصة بالرجال. لو واحد سألني هل للنساء عبادة خاصة بالنساء؟ أنا أسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب. حينما تستر الفتاة مفاتنها عمن لا ينبغي أن يرى مفاتنها، تقوم بعبادة اسمها عبادة إعفاف الشباب. يعني لا يعلم إلا الله كم من الأجر ترقى إليه الفتاة التي ترتدي ثياباً فضفاضة سابغة سميكة لا تشف عن بشرتها ولا عن حجم أعضائها. نحن في عنا بالحجاب من خصائص الحجاب ثوب فضفاض لا يصف حجم أعضائها كما هي الحالة في هذه الأيام، وثوب سميك لا يشف عن لون بشرتها. إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء في أيام الفسق والفجور بأنهن كاسيات عاريات، ترتدي ثياب لكن هذه الثياب إما أن تصف لون بشرتها أو أن تصف حجم أعضائها. هذه ثياب محرمة. الثوب الذي يصف حجم العضو في المرأة أو الثوب الذي يشف عن لون البشرة هذا ثوب
محرم في الإسلام، فالشيطان ينزع عنهما ثياب لباسهما، الشيطان، والإيمان يقتضي أن تستر هذه المفاتن. أيها الإخوة، صدقوا ولا أبالغ أنه ما من انحراف داخل البيت إلا بسبب عدم مراعاة هذه الأحكام. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هناك انحرافات خطيرة في البيوت سببها عدم التقيد بهذه الأحكام الشرعية التي هي من صلب تربية الأولاد تربية جنسية. إذاً أول أدب من آداب التربية الجنسية أدب الاستئذان، والأدب الثاني أدب غض البصر، ومع هذا الأدب تفاصيل. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه المن ماذا تعني؟ هذه المن للتبعيض، يغضوا من أبصارهم، يعني يغضوا بعض أبصارهم، يعني المؤمن يغض بصره عن أي امرأة أجنبية لا تحل له، يغض بصره عن أي امرأة أجنبية لا تحل له، ويغض بصره عن محارمه، بمعنى لا يدقق في التفاصيل. أيام إنسان بالبيت أخته، ممكن أن تنظر إلى خطوط جسمها إذا قامت أو قعدت أو صعدت درجاً أو استلقت على سرير، يمكن أن تنظر نظرة دقيقة إلى تفاصيل الجسم، هذا ممنوع أيضاً. يغض إن نظروا إلى محارمهم من أبصارهم، نظرة شمولية، والشيء أعتقد واضح جداً. ممكن أن يكون النظر عاماً، ويمكن أن تدقق في التفاصيل، في الخطوط، قامت أو قعدت، صعدت درجاً، ممكن أن يظهر شيء من جسمها ينبغي ألا تراه، وهي عن براءة، لا أقصد هي غير متعمدة أن تفعل هذا، بس أنت كمان كأخ. فالمحارم أيضاً في غض بصر، بمعنى عدم التدقيق في التفاصيل وفي الخطوط. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أول غض، تغض بصرك عن النساء الأجنبيات اللواتي لا يحللن لك، هذا أول معنى. لك أن تنظر إلى زوجتك وإلى محارمك من النسب والمصاهرة، وينبغي أن تغض البصر عما سوى ذلك، هذا أول معنى. المعنى الثاني، إذا نظرت إلى محارمك نسباً أو مصاهرةً، ينبغي أن تنظر نظرةً شمولية من دون تدقيق، من دون تتبع التفاصيل، يعني أثناء حركة معينة ينبغي ألا تنظر، بهذه الحركة قد يبدو شيء من جسمه، هذا من أدب المؤمن. وقد ذكرت لكم من قبل أن هناك في الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وكأن موضوع هذه الدروس متعلق بالآداب. أيها الإخوة، في معنى ثالث، تمشي في الطريق في منعطف، وصلت إلى المنعطف فإذا امرأة أمامك كما خلقها الله غير محجبة، لا شك أن هذه النظرة الأولى انطبعت في ذهنك، هذه معفو عنها، بس مو ربع ساعة أول نظرة، ثانية. النظر الفجائي، أيام تظهر امرأة أمامك من دون حجاب وبثياب متبذلة، الأولى لك والثانية عليك، كم معنى صار؟ ثلاثة. تنظر إلى
المحارم نسباً أو مصاهرة، وتغض البصر عما سواهن من النساء الأجنبيات اللواتي لا يحللن لك. أول معنى. المعنى الثاني، إذا نظرت إلى المحارم ينبغي أن تكون النظرة شمولية من دون تدقيق، وأيام ببعض الحركات ينبغي أن تغض البصر. المعنى الثالث، قد تفاجأ بامرأة في منعطف تراها وجهاً لوجه، الأولى لك والثانية عليك. كل هذه المعاني تنطوي تحت قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: ويحفظوا فروجهم. لو قال: ويحفظوا من فروجهم، شو قولك؟ ماذا يفهم لو أن الآية كذلك؟ كما أن بعض النظر مباح، لو قال: من فروجهم، بعض الزنا مباح، هي مستحيلة. ويحفظوا فروجهم، من ما في هون؟ إلا أنه في ملمح ثالث بالآية، أن طريق حفظ الفرج غض البصر. لما جاء حفظ الفرج بعد آية غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغض البصر بالقرآن ورد، يعني القرآن محدود الصفحات، فإذا احتلت آية مكان في القرآن معنى ذلك شيء مهم جداً. يعني بس للتقريب، محطة وقود في مكان الإعلان كبير، ممكن تكتب بالإعلان: رأس الحكمة مخافة الله. ممكن تكتب: الحسود لا يسود. لكن بهالمحطة الوقود بالذات أخطر عنوان ممنوع التدخين، وإلا تحترق المحطة كلها. فإذا وجدت في مكان الإعلان واحد في محطة وقود، فأقوى إعلان وأخطر إعلان منع التدخين، لأنه في بخار للبنزين أحياناً هذا قد يشتعل. هلأ للتقريب طبعاً، كتاب مقدس 600 صفحة في آية غض البصر تحتل مكان في القرآن، معنى ذلك الموضوع خطير جداً، ليس موضوعاً ثانوياً، ليس موضوعاً يمكن أن يكون في حديث عادي، لا لا، بآية قرآنية. إذاً جعل الله حفظ الفرج بسبب غض البصر. سبحان الله، في بموضوع الشهوة الجنسية حقيقة دقيقة، أنه شيء يشبه صخرة على قمة جبل، لو أردت أن تدفعها باتجاه الوادي وتمنيت أن تقف بعد مترين لن تقف إلا في قعر الوادي، هي من خصائص هذه الشهوة. لذلك لم ترد آية واحدة في تحريم الزنا، بل وردت آية في النهي عن الاقتراب من الزنا. الزنا له مقدمات، فالخلوة مقدمة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إطلاق البصر، دخلت بالمنطقة المحرمة، يعني أنا أشبه نهر عميق له شاطئ مائل زلق وشاطئ جاف مستوي. المنطقة هي منطقة خطرة، فمن وقف في هذه المنطقة الخطرة المائلة في احتمال كبير أن يقع في النهر. لذلك الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة، لذلك أمر بغض البصر. وحينما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقرب، ابتعد عن أسبابه. من أسبابه مثلاً صحبة الأرازل، حديث عن النساء. من أسبابه إطلاق البصر. من أسبابه
التنزه في الطرقات، طبعاً في بالطريق نساء كاسيات عاريات، من أسبابه الجلوس على مقاهي الرصيف، يعني في مقاهي على الرصيف، يجلس الجالسون ليتأملوا الغاديات والرائحات، هي كلها من أسباب الوقوع في هذه المعصية الكبيرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني تماماً كخط تيار كهربائي عالي التوتر خطير، يضع وزير الكهرباء لوحة: لا تقترب من التيار، في هامش أمان إذا دخلت فيه جذبك التيار وجعل المقترب منه قطعة فحم سوداء. لذلك لا بد من أن تدع بينك وبين هذه المعصية هامش أمان. هذا الهامش الأمان يبدأ بغض البصر، بعد ذلك عدم الخلوة، عدم صحبة الأراذل، عدم القراءة التي تثير الشهوات، عدم متابعة الأفلام التي تثير الشهوات، عدم متابعة المواقع الإباحية، هذه كلها من أسباب البعد عن هذه الفاحشة. أما الذي يخترق هذه المنطقة الحرجة، هذه المنطقة القريبة، في احتمال كبير أن يقع في الفاحشة. وهذا طبعاً معنى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها الأخوة، آداب تربية الأولاد تربية جنسية يبدأ بالتعليم المركز في أدب الاستئذان، والتعبير المركز في غض البصر، والتعبير المركز في أسباب هذه المعصية الكبيرة. هذا كله من وسائل التربية الجنسية للأطفال. والحقيقة يعني مثل بسيط، طبعاً هو موقعه في وقت آخر، لكن قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. واضح المعنى، لكن في ملمح خطير: إلا تفعلوا. لو وضعتم عقبات أمام الزواج، لو غاليتم في المهور، لو طلبتم طلبات مستحيلة من الشباب، هذه العلاقة بين الذكر والأنثى لا تقف، لكن تكون بقناة غير شرعية. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا. أنا ألقيت محاضرة عن المراهقة وأكدت بالدليل القطعي: لو في انضباط حقيقي في المجتمع الإسلامي ما في مراهقة أبداً، لكن تأتي المراهقة من مثيرات كبيرة جداً في الطرقات وفي الصحف وفي المجلات وفي الإنترنت وفي الفضائيات وفي الأفلام، إثارة عالية الدرجة، وبين الشاب وبين الزواج 10 سنوات أو 20 سنة، هي مشكلة كبيرة جداً ولا أحد يفكر فيها. وأنا أقول دائماً: الشباب عماد الأمة، رجال المستقبل، الأمل معقود عليهم، ولكن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى أشياء سلاسة. ما لم يهتم أولو الأمر، يعني الآباء والأمهات والمسؤولون، بقضايا سلاسة متعلقة بالشباب، بتزويج الشباب وتأمين فرص عمل لهم وتأمين بيوت لهم، فهناك مشكلة كبيرة جداً قد تنحرف بالشباب. يعني أنت حينما تفهم حقيقة الإنسان، هذا الدافع عميق جداً، وحينما تقيم العقبات أمامه يسلك سلوكاً منحرفاً، وبقدر ما في صعوبات أمام الزواج، بقدر ما في بيوت دعارة، في مغالاة بالمهور، شروط غير معقولة تعجيزية، فحينما توضع العقبات أمام الزواج
حينشأ طرق غير مشروعة للعلاقة بين الذكر والأنثى، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بصراحة القضية الجنسية قضية أساسية في حياة المؤمن. المؤمن يتمتع بغض البصر، وغض البصر أبعده عن كل إثارة، يبتعد عن أي خلوة بأجنبية، يبتعد عن أي صديق يحدثه عن مغامراته الجنسية، لا يصحب الأرازل، ولا يتحدث عن النساء، ولا يمشي في طريق محفوفة بالكاسيات العاريات، ويبتعد عن كل اختلاط وعن كل كشف للعورات. هذه الأسباب إذا فعلها حصنه الله من الوقوع في هذه الفاحشة التي دمرت الشعوب. في بلاد بآسيا يصرح رئيس الوزارة ما في عنده ولا فتاة عذراء، يفتخر بلد سياحي من الطراز الأول. زرت مرة الجزائر، أعلموني الجزائر ساحلها طوله 1500 كيلومتر، جبال خضراء، أماكن جميلة جداً، ولم يهتموا بالسياحة إطلاقاً، لأن السياحة تعني انتهاك أعراض الفتيات في كل بلد. فلذلك في كان مواقف مشرفة أنهم رفضوا ترويج السياحة هناك. أما في البلاد الأخرى السياحية فيها مجال كبير للفواحش والآثام التي لا ترضي الله عز وجل. أخواننا الكرام، موضوع التربية الجنسية موضوع دقيق جداً، طبعاً موضوع يحتاج إلى عدة لقاءات. هذا اللقاء الأول أدب الاستئذان والمحارم وأنواعها، ثم غض البصر، هي يحتاجها الكبار والصغار، يحتاجها الأب والأم وأولادهم. فإذا كان عند أحدكم أطفال يربوا على هذا الأدب، وإذا كان الشاب شاباً يجب أن يوجه إخوته الصغار إلى هذا الأدب. والإسلام كما تعرفون عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وهذا الدرس من الآداب لكنه مستند إلى أحكام شرعية قطعية الدلالة والثبوت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات